طيب استاذ احمد، يعني حضرتك بتقول يعني بتؤكد على فكره انه مصر مقدمه حتى الان اكثر من 80% من اجمالي المساعدات، بس معلش يعني لو نذكر المشاهدين حتى الان حتى هذه اللحظه عدد الشاحنات اللي دخل الى قطاع غزه من معبر رفح قد ايه؟ احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 1500 شاحنه تقريبا متوسط يعني. فبنتكلم 1100 او 1150 شاحنه تقريبا من مصر والباقي من بقيه الدول، معدل حوالي 80%. 1150 من اجمالي 1500 شاحنه مقدمه من مصر. 1500 شاحنه مقدمه من العالم، لكن 1200 صحيح. تقريبا او 1150 من مصر. وبيزيدوا طبعا الفتره اللي فيها الهدنه، مفترض ان بيدخل 200 شاحنه في اليوم. فاعتقد ان العدد ان شاء الله يكون يعني بيزيد يوم عن يوم، يعني كل يوم وكل لحظه بيكون الوقت اكبر بكثير، يعني الدخول العدد بيبقى اكبر بكثير من اليوم اللي قبله يعني بشكل كبير.